شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات، وحضر السائحون عروضا للصوت والضوء توضح وتشرح الحضارة المصرية القديمة. قال مدير عام منطقة الهرم للصوت والضوء فاروق جعفر في تصريحات لإكسترا نيوز إنه تم توفير كافة سبل الراحة للسائحين. عندنا الصوت والضوء أعلى موسم سياحي حصل من سنة 2011، هو الموسم السياحي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، في اعداد رواب بتيجي من جميع الجنسيات، في من ايطاليا وفي من اسبانيا وفي من جميع ومن فرنسا وانجليز، بيجوا من جميع دول العالم بيشاهدوا العروض للصوت والضوء. النهارده ان شاء الله يبقى فيه اقبال كبير وان شاء الله هنعدي 700 او 800 فرد ان شاء الله. سكارا and then Giza pyramid we have come in the evening also and now we have come to watch the light and sound show. هي بتقول انها زارت النهارده منفس وزارت الهرم صباحا ودلوقتي هي في الصوت والضوء وبتحضر العروض ومستمتعه جدا وهي في مصر يعني. And we are enjoying a lot. We have today in entire day we have traveled many places of this country and now we are here to enjoy the light and sound show. So absolutely free people, please, it's a great place to visit and it's a nice, the people out there are very friendly, please do come here. هو بيقول ان هو استاذ من الهند وقاعد في مدينه كولكاتا واستمتع جدا بالزياره، والاستاذ ايهاب درويش المرشد بتاعهم شرح لهم كل حاجه وهم رغم ذلك مستمتعين جدا، وهم بقى لهم هنا حوالي 7 ايام في مصر وزاروا كل المزارات والناس عندهم حميميه جميله جدا في مصر، وبيتمنى ان كل الناس تزور مصر تاني وتفضل تزور مصر لاخر الزمن، لان طبعا مصر بالنسبه له امان جدا والناس قمه الصداقه وقمه الحميميه. Came to Egypt about a week ago. Tomorrow we're going to leave back for US. Had been a wonderful week. We traveled so many cities. We saw a lot of amazing things. You know, this is one of my dream to see pyramids. So we had a great time. هو هنا لمده 7 ايام هيزور القاهره. وهو بيتفرج على الهرم صباحا وجه دلوقتي الصوت والضوء وهو برضه مستمتع بزيارته جدا. هو مواطن امريكي اسمه كين وابنه معاه وهم مواطنين اصليين يعني في امريكا ومستمتعين جدا بالزياره بتاعتهم، و دلوقتي هم يحضروا بقى الصوت والضوء وبيتمنوا ان هو يبقى كويس يعني.